ما أسباب قرار السعودية ترحيل المغتربين اليمنيين من المناطق الجنوبية؟ أولا مساء الخير لكل المشاهدين جميعا. هو حقيقة نحن فوجئنا بالخبر الذي نشر في كثير من وسائل الإعلام حول هذا الأمر. نعم. لا يوجد هناك أي أسباب واضحة، ولم توضح أيضا الوثائق وما تحدث عن الأطباء وأيضا بعض الناشطين المتواجدين هناك ومن ناقشوا هذه القضية لم يتحدثوا عن أي أسباب. لكن لو احنا رايناه من الناحيه القانونيه، بحق من حق اي بلد ان ينظم قضيه الاقامه والعمل وكل مصالح الوطنيه. لكن الاشكالي هنا ان القرار حدد الجنسيه اليمنيه فقط. نعم. ونحن نعلم انه كانت هناك امتيازات يحظى بها اليمنيين عن بقيه الجنسيات في الفترات السابقه في السعوديه بناء على اتفاقيات بين البلدين، واحيانا تقدم من الجانب السعودي كواجب اخوي في اطار القواسم المشتركه وروابط القربه والجوار. لكن اليوم ما يحدث عكس تماما، هناك قرارات تستهدف اليمنيين بسبب جنسيتهم. يعني هنا الخلل وهنا الاشكاليه. يعني الان الجنسيات الاخرى الذي يعملوا في هذه القطاعات لا يعني يبقوا في اعمالهم، لكن اليمنيين الذين يعانوا من الحرب، من ازمه انسانيه كبيره، من ايضا خطر على كثير ممن اذا يعني اعيدوا الى اليمن سيتعرضوا كثير. نعم. للخطر. ايضا هؤلاء استاذ عبد الرحمن يشكلوا رافد. نعم. كيف سيؤثر ذلك القرار على الاف المغتربين اليمنيين في السعوديه، خصوصا انك تحدثت اننا نعيش في لحظه فارقه وما يعيشه اليمن لا يخفى على احد؟ هو التأثير لن يكون على هؤلاء فقط، ولكنه سيكون التأثير على أسرهم، على أقاربهم. نحن نعلم اليوم أنه هؤلاء المغتربين حتى لم يعد يعول أطفاله وزوجته وأهله، ولكنه يقدم للأقارب، للجيران، لأبناء منطقته. أيضا هم يرسلوا كثير من الحوالات التي يعني تدعم الاقتصاد الوطني، سينعكس على اليمن بشكل عام. هذا القرار سينعكس على الأزمة الإنسانية، ستتعمق الأزمة الإنسانية بشكل كبير. وبذلك نحن نناشد الإخوة في المملكة العربية السعودية التراجع عن هذه القرارات. نعم. وأيضا التعامل يعني بإنسانية، والتعامل يعني وفقا للقوانين، وفقا لقوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية. هل سيكون للحكومة الشرعية موقف من ما يحدث من مثل هذه القرارات بالتوسط لإيقاف مثل هذه القرارات التي تضر أولا وأخيرا بالمواطن اليمني الذي يعيش ويقتات الكثير من الأسر كما أسلفت على هؤلاء المتواجدون في السعودية؟ أنا علمت اليوم أن هناك يعني رسالة أرسلت من وزير الصحة إلى وزير الخارجية، وقام بدور بإرسالها لرئيس الوزراء. لكن أتوقع أنه سيكون التحرك من الحكومة اليمنية في هذا الإطار فقط. المشكلة هناك رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة أيضا، رئاسة الجمهورية لا تعير اهتمام لقضايا اليمنيين بشكل يعني بحجم ما يتعرضوا له. شكرا جزيلا. وأعتقد أنه لو تحركت الحكومة والرئاسة ربما سيتفهم الإخوة في السعودية هذا الأمر ويلغوا هذا القرار. شكرا جزيلا. الناشط الحقوقي عبد الرحمن برلمان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.